الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان تطل على المسلمين في 12 من ربيع الأول من كل سنة ذكرى عطرة عزيزة علينا، ذكرى مولد الخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحياء لهذه الذكرى يطيب لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي تقديم مسرحية بعنوان فداك روحي يا رسول الله. السلام عليكم سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خذي جديد زكي. شكرا لك. عفوا. لعنة الله عليكم أيها المجرمون، تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فداك روحي يا رسول الله. بابكي يا رتاج، ماذا جرى؟ ما الذي دعاك؟ تعالوا وانظروا إلى حال المسلمين اليوم، لقد تجرأ علينا الأعداء، لم يكتفوا بمس المقدسات بل وصل بهم الحقد والكراهية إلى الإساءة إلى أعظم مخلوق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حاشا أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم كما وصفوه، لو كانوا يعرفونه حق المعرفة لما تجرؤوا على التفكير به بشكل سيء، فقد وصفه الله تعالى حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم، وأنا أقولها بأعلى صوتي يسمع الدنيا كلها، إنه نبي الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإنسان الذي اصطفاه الله على العالمين، وكما قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم، ولقد كان رحيما بالكبير، عطوفا على الصغير، مكرما للضيف، رحيما بالحيوان، محسنا حتى مع غير المسلمين. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر ولائم أهل الكتاب، فقد وصفه يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم. نعم، إنه أعظم مخلوق على وجه الأرض، وهو يدخل في قلوبنا، ونحن فداك أيها الحبيب، والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة واجب على كل مسلم ومسلمة. ولا ننسى سنته ونحبه من أعماق قلوبنا، نسلم ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كم أحبتك القلوب ودركت في سيرتك الدموع، لما أرفع الأصوات عند ذكرك في ذروة المعركة، لا أحد فيهم يهتم بنفسه، كلهم أحدهم تقاوم اليمنى ثم اليسرى وتسير
إلى جو الأناشيد، حيث سيتحفنا تلاميذ السنة الأولى بنشيد قمر سيدنا النبي. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلنبقى لحظة مع قصيدة يا فاتح الأرض بالأخلاق، تمتدح فيها تلميذات السنة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان اليتيم الذي أنقذ الأمة من الشرك والجاهلية. فإن قلبي بطه جد مفتوني، أبيت أكسو الليالي من مدائحه نورا من النور. أستاذ النبيين هو المعلم، هو المعلم الدنيا تلامذته، منارة العلم في كل ميادين. دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي سلام وفي
وفي ليلي، وكان أرحم من أم على ولد، وكان أرأف قلبا بالمساكين، لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا، لكن يدافع عن عرض وعن دين. لما رأى الأرض تيجانا مسلطة والناس تصرخ من جوع الفراعين، لبس نداء عبيد القهر همته، فحطم العدل طغيان السلاطين. يا فاتح الأرض، يا فاتح الأرض بالأخلاق طاهرة، لولاك لم تخرج الدنيا من الطين. أتيت والناس ما تلا طبيب لهم في عالم مظلم، بالحرب مجنون، الجهل من عاجهم والكفر ملتهم، والظلم يرعى حماهم غير مأمون. موت ولكن مع الأحياء تحسبهم، والأرض كالكهف مأوى للشياطين. هب الرجال وصار الركب منتصرا، بالذكر والذكر برهان البراهين، فاخضرت الأرض بالإسلام وازدهرت، وأصبح الأفق يجري بالبساتين. يا خاتم الرسل، يا خاتم الرسل، إني مسلم أبدا، ليس شيء عن الإسلام يثنيني. لو قدموا الأرض لي مملوءة ذهبا، ما كان ذلك يغريني ويهويني. لم يترك النور من روحي ولا جسدي شيئا ليفسده الإلحاد في الدين. أموت والقلب يشتق باسم أحمد ما ودينه الحق يغني في الشرايين. يا أمة مزقت أرحامها محنا، وفرق الجمع منها كل ملعون، هل اتبعت يهودا المختار واجتمعت على المحبة أرواح الملايين؟ عسى المهيمن بعد اليأس يسمعنا، ويصبح النصر بين الكهف والنون. يا كرم الخلق، إني منك في خجل، حالي فقير وشعري غير موزون، فأنت أكبر من شعري ومن أدبي. نعود بكم إلى جو الأناشيد، حيث سنختم حفلنا بنشيد عيوني تشتاق له. وعيوني تشتاق له، عيوني تشتاق له، والقلب يحن له. عيوني تشتاق له، والقلب يحن له. حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد، أفديه بعمري كله.
نتمنى من الله العلي القدير أن تروقكم فقرات حفلنا هذا. قدمت لكم فقرات الحفل التلميذة ريتاج بوذا.